فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. إذن حينما نسمع المحافظة على عاداتنا وتقاليدنا هذا لزوم ما لا يلزم إلا في حدود الشرع. لا، هذه عبارة سيئة، لأنهم يريدون بالعادات والتقاليد أمور الدين، يسمونها عادات. المسألة عادات. أي يسمونها عادات وتقاليد، وهذا خطأ، لا يجوز التعبير بهذا. العادات والتقاليد في الأمور المباحة، أما هم لا يريدون هذا، يريدون أمور الدين، يعبرون عنها بالعادات والتقاليد. ونخضع لعادات وتقاليد، ولماذا تحكمنا عادات وتقاليد؟ هذا لا يجوز تعبير عن الشريعة وأحكام الشريعة بأنها عادات وتقاليد، هذا من الخطأ الواضح. نعم.